أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. أكثر الآيات اللي قرأناها هي آيات تتعلق بالأرث، وقضية الأرث جنابكم تدرون قضية فقهية لابد من يعني إيه لابد من تفصيلها ومراجعة الكتب الفقهية، لكن خب ناخذ بعض الإجمال وفكرة شو بسيطة عنها. الأرث هالشكل، الأرث أول شيء هو طبقات. إذا تذكرون جنابكم قلنا كلمة الأقربون يعني الإرث مبني على مو فكرة مو مبني على فكرة القرابة، وإنما مبني على فكرة الأقربية، يعني الأقرب فالأقرب مو بس القريب. شلون؟ يعني الإرث بيه طبقات، والطبقة الأقرب راح تمنع القرايب اللي هم أبعد قربا من الميت. فإذا الإرث مو فكرة القرابة، وإنما فكرة مبني على فكرة الأقربية، الأقرب فالأقرب. طبقات الإرث 3. الطبقة الأولى هي يعني الأم والأب والأبناء، الأبوان وحدهم يعني بس الأم والأب وأبنائهم، الأبناء وإن نزلوا يعني أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى آخره. الطبقة الثانية هم الأجداد وإن علوا والإخوان، الأخوة وإن نزلوا يعني الأخوة وأولادهم إلى آخره.
الطبقة الثالثة هم الأعمام والإخوال والعمات والخالات وأولادهم. هسه ما دام اكو واحد هنا من ذولا ما يوصل السر ذولا، يعني افترض اذا اكو واحد مات وعنده بس ابن واحد، خلص ذولا ما يحصلون. هاي الطبقة تمنع هاي الطبقة. افترض واحد مات وعنده بس ابو، كل شيء ما عنده بس ابو، خلص ما دام اكو واحد بهاي الطبقة فراح يمنع الطبقات الاخرى. فالارث يعني مبني على فكرة الأقربية، مو على فكرة القرابة. على فكرة القرابة خو ذولا افترض أبناء، ذولا هم إخوان، ذولا أولاد الميت، ذولا إخوان الميت، ذولا هم قرابة قريبين يعني. فلأنه ذولا أقرب فذولا يأخذون، ذولا ما يأخذون. هاي فكرة يعني الأرث. الآن واحد قد يسأل يقول خو الزوجة لعد وينها؟ الزوجة ترث مع الجميع، الزوجة سواء هاي الطبقة أو هاي الطبقة أو هاي الطبقة، كل الحالات هي إلها. رحم الله. يعني افترض فد واحد مات ما عنده لا أبناء لا أبو لا أم لا كل شيء من الطبقة الأولى، ما عنده أي شيء آخر، بس عنده أخوة وعنده زوجة، فهي ترث الزوجة ويرثون الأخوة. واضح إن شاء الله؟ فماكو مشكلة سواء الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ماكو مشكلة الزوجة على طول الخط ترث. أكو قضية ثانية، الإرث بشكل عام، طبعا هاي خطوط كلش عامة. الإرث مرة يصير أكو نصيب محدد، لا نصيب محدد يسموه فريضة أو يسموه فرض، فرضه كذا. يعني مرة الوارث يرث بالفرض، ومرة لا يرث بالفرض، يرث يقولون بالقرابة مثلا. هاي شلون الفرق؟ الفرق هالشكل، إذا بالفرض افترض إلى نص مثلا، إلى ربع، إلى ثلث، هذا محدد خلاص يطوه يطلعوه من الإرث. بس إذا ما إلى فد شيء محدد، افترض هم ثلاثة، نفترض هم ثلاثة، أجي هسه فد مثال في خدمتكم أجيبه هسه. افترض هم ثلاثة، هم أربعة، افترض قسم منهم لهم نصيب محدد وقسم ما لهم نصيب محدد، فأصحاب النصيب المحدد يطوهم، هذا افترض إلى نص، هذا إلى ربع، يطوه، والباقي يطوه ذاك اللي ما إلى نصيب محدد، اللي يرث هنا يرث بالقرابة. من الأمثلة افترض الزوجة يعني إذا الزوج مات وما عنده أولاد فهي راح ترث ربع، إذا عنده أولاد راح ترث ثمن. الزوج بالعكس، يعني إذا الزوجة ماتت هو راح يرث بالأصل، راح يرث نص إذا ما عندها أولاد، إذا عندها أولاد راح يرث ربع. لاحظتم ولا؟ هذا المقدار ثابت. الآن إذا اجتمعوا عندنا، افترض يجتمعون عندنا بعض، يعني بعض الورثة، بعضهم عندهم نصيب محدد، عندهم فرض محدد، وبعضهم ما عندهم فرض محدد، فأصحاب الفرض المحدد خلصت إلى ربع إلى ثلث إلى كذا ننطيه، الباقي نعطي ذاك باعتبار ما له نصيب محدد. أعرض بخدمتكم مثال. مثال الآن لو فد واحد افترض توفى وعنده، مثال بسيط بس حتى نوضح الفكرة، عنده زوجة وعنده ابن وعنده بنت، دول اللي عنده. الآن حصة الزوجة معلومة ولا مو معلومة؟ أخذت الثمن، الباقي شلون؟ لاحظ، ما عندنا الابن إلى هالقد، ما عندنا الذكر إلى ربع، ما عندنا الذكر إلى نصف، ما عندنا البنت إلى هالقد، إلى ثلث، إلى ربع، إلى سدس، ما عندنا. شو عندنا؟ عندنا قاعدة، الباقي قسموا بيناتهم على ضوء فكرة للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي. ها، فذولا ما عندهم فرض، يعني ماكو نصيب محدد، ماكو يسموها، يعني عادة يسموها فرض، يعني لو يرث بالفرض قالتهم لو يرث بالقرابة، فذولا ما راح يرثون بالفرض، هاي الزوجة ترث بالفرض ثمن إلها، خلاص انتهينا.
مرات الزوج افترض كمثال اذا الورثه كثيرين وكذا، حصه الثمن تصير كلش هوايه، يعني اكثر من بقيه الورثه، ما يعني ما يصل لهم يجوز ثمن، فهي ما لها علاقه، هي ثمنها ثمن موجود الان. خو بعد واضح عندنا ايش قد عندنا، راح نقسمها بين ذولا، نقسمها ثلاث اقسام، اثنين ياخذ الولد يعني الذكر، وواحده تاخذ البنيه. واضح ان شاء الله؟ فذولا انا بس بتعرض خدمتكم، ذولا ما راح يرثون بالفرض، وانما يرثون بالقرابه. بينما الزوجه شنو ورثت؟ ورثت بالفرض. هسه هاي الارقام اللي وردت، ثلث وسدس ونصف وكذا، هاي كلها نسميها فرض. يعني فتشيء محدد إلى بهتشي ظرف إلى هتشي، بهتشي ظرف إلى هتشي، يزيد ينقص. مثلا افترض بعض الحالات هو إلى ثلث، شلون كمثال ضربنا الزوجة بعض أو الزوج، بعض الحالات إلها ربع، بعض الحالات يصير ثمن الزوج، بعض الحالات إلى نصف، بعض الحالات يصير ربع، مو يعني مع وجود أو عدم وجود الابن. الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم، إذا الحديث عن من؟ عن الأولاد، مو عن الأخوة، مو عن الآباء، مو عن الأجداد، مو عن الأمهات، عن الأولاد. يعني أيتها الأمهات، أيها الآباء، نحكي عن أولادكم. وضحت الفكرة؟ الأولاد المباشرين، ذكورا كانوا أم إناث. يوصيكم الله، هيك يقول، أيها الآباء، أيتها الأمهات، يوصيكم الله في أولادكم، بناتكم وولدكم المباشرين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا طبعا يمكن أن ينطرح سؤال، ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليش مو للأنثى نصف حظ الذكر؟ واضح؟ للأنثى نصف حظ الذكر. أنا يقولون هالشكل، يقولون القرآن الكريم يريد يثبت نقطة. أولاً يريد ينسف مقولة أنه الإناث ما إلها إرث، ويريد كأنما يعتبر، مو بس ما إلها إرث، يريد كأنما يعتبر إرثها هو الأصل، وهو المؤسس، وهو المعروف، بحيث كأنما يقولهم أنتم يعني من عندي التعبير، أنتم تعرفون إرث المرأة، الرجال يأخذ قدها نوبتين. لا لا، أصلا أكثر يعني رايح أكثر من تثبيت الحق، كأنما المجهول هو إرث الذكر، وكأنما المعروف هو إرث الأنثى، فكأنما احنا ندري إرث الأنثى شقد، بس الذكر شقد إلى ما ندري. لاحظت الفكرة؟ فكأنما هو الأساس، التشريع هو مبني على 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 إرث الأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عليها حكي هواي، اكو اشكالات، ليش هالشكل؟ ليش المرأة تاخذ نصيبها نصف نصيب الرجل؟ طبعا مو دائما هالشكل، اولا مو دائما هالشكل، يعني بهاي الحالة هالشكل، يعني بحالة اذا هم اولاد للميت بهالحالة، واكو حالات مشابهة بس هسه حديثنا على هاي الحالة، اذا هم اولاد الميت ذكور واناث ياخذون بهالطريقة هاي. بس افترض مثلا حالات اخرى، هو مو ابن، او هي مو بنت للميت، يجوز تاخذ اكثر من الاخرين. واضح؟ او لا، او بحالات معينه اصلا المقدار اللي يبقى من الارث يوزع بين الذكور والاناث بالتساوي، مع انه هم افترض اخوان، يتوزع بيناتهم بالتساوي، مو يتوزع للذكر مثل حظ الانثيين. مثلا كمثال، إلهم افترض كمثال إلهم ثلث الإرث،
ذولا لهم ثلث الارث، شلون نقسمها بيناتهم؟ بالتساوي ذكورا واناثا. فمو دائما عندنا انه المراه اقل او المراه نصف، مو هالشكل. ثانيا جنابكم تدرون ان يعني المراه مسؤولياتها اقل من مسؤوليات الرجل. الرجل مثلا هو مسؤول عن الانفاق، مسؤول عن الانفاق على الزوجه مثلا. الحالات الطبيعيه للنساء هي تتزوج، الحاله الطبيعيه بالمجتمع. والقوانين جنابكم تدرون يعني ما تشرع على اساس الحالات الشاذه، على الحالات الطبيعيه والعامه بالمجتمع. فالحاله الطبيعيه للمجتمع المراه تتزوج، وتتزوج المراه يكون الرجل مسؤول عن الانفاق عليها بكل اشكاله. فاذا عندنا نقطتين، النقطه الاولى انه مو دائما للذكر مثل حظ الانثيين، مرات اصلا النساء يورثن حتى يجوز اكثر من الرجال. ومرات بشكل متساوي. ثانيا انه يعني المسؤوليات الماليه، مسؤوليات الانفاق اللي ملقاه على عاتق الرجل هي اكثر مما هي ملقاه على عاتق المراه. زين، لاحظ الان شنو قلنا قبل شويه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يعني شنو؟ يعني هم كانوا ذكور واناث. الان فان كنا نساء يعني ما وياهم ذكور. فان كنا نساء فوق اثنتين يعني مو اثنين، ثلاثه فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك. منو اللي ترك؟ منو؟ المتوفي. من هو المتوفي؟ الوالد. الوالد او الوالده، احسنت، الام او الاب، لان قاعد نحكي عن الاولاد. فإلهم ثلث الإرث. أحسنت أحسنت، إلهم ثلثي الإرث، الإرث. ذولا إذا كانوا لأن بس نساء هن، بعد بس نساء. لاحظ الآن شنو صار؟ صار عندك فرض. بالحالة اللي قبلها ما كان عندك فرض، كان عندك قرابة. يعني إذا كانوا ذكور وإناث، الأولاد إذا كانوا ذكور وإناث يرثون بالقرابة، لا يرثون بالفرض. ماكو ما مو ما ما إلهم نسبة. هنا لها نسبة، صارت إذا بس نساء صار لهم نسبة. وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف، لها نصف ما ترك الأب أو ما ترك يعني تركة، يعبرون عنها نصف التركة. زين، الآن سؤال، إذا ثلاثة لهم ثلثين، إذا واحدة لها نص، إذا اثنين، شو اثنين ما مذكورات. لاحظ الآية شو تقول؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني ثلاثة فوق، فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. الاثنين ما مذكورات. واضح السؤال؟ الجواب الاثنين هم إلهم ثلثين. أحسنت، يلحق بالثلاثة فما فوق. يقولون العلماء هالشكل، يقولون هذا ما كان يحتاج ذكره، وما ذكره يعني مو 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 من أجل يعني مو لأنه غامض، لا لأنه معروف. شلون معروف؟ يقولون هذا، افترض هذا المثال اللي ضربناه، إذا افترض ماكو زوجة، نفترض الآن زوجة ماكو، بس أكو ابن وأكو بنت، هذا ايش قد إله؟ إلى ثلثين. هذا ايش قد إلى؟ ثلث. إذا سهم البنت الواحدة ثلث، صح؟ خلو كان اثنين. من هذا فهمنا أن البنت ايش قد حصتها؟ ثلث. هسه هذا المثال نتركه، وين نروح؟ نقول افتهمنا أن حصة البنت ثلث. هسه نقول إذا واحد توفى وعنده بس بنات اثنين، بس بنات اثنين، هو احنا افتهمنا كل واحدة ثلث. إذا اثنين هن ايش قد يصيرن؟ ثلثين. واضح؟ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. الآن شوف، هم نحكي عن من؟ نحكي عن فرض. فرض أبويه، هذا الميت أبوينا شلون يرثون؟ يرثون بالفرض، لو يرثون بالقرابة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لاحظ التعبير، لكل واحد منهما السدس، يعني منو منو؟ يعني الأب والأم، يعني الذكر والأنثى، لكل واحد منهما. صار نفس الشيء لو ما صار نفس الشيء؟ صار نفس الشيء. إيه؟ لكل واحد منهما السدس مما ترك.
إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآن الأب وش يدله؟ الأب الآن لا يرث بالفرض، يرث بالقرابة. لاحظ مولاي، أردنا بخدمتكم أنه مرة يصير الإرث بالنصيب بالفرض، ومرة يصير بالقرابة. الآن هاي الأرقام حتى تحدد أنصبة، تحدد نصيب، تحدد فروض. زين، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة، هذا الميت إلى أخوة، فلأمه السدس. لا 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 لا، الأخوة ما راح يرثون، بس راح يخفضون فرض الأماية. أخوة الميت إذا أكو موجودين بالطبقة الأولى، ما راح باعتبارهم من الطبقة الثانية، ما راح يرثون. هي الأم ما دام الأم موجودة فهم ما راح يرثون أكيد، لأن الأم من الطبقة الأولى. هسا أكو أبناء ماكو أبناء، هي قضية ثانية. أكو أحد ماكو أحد، قضية ثانية. بس الأم بحد ذاتها هي من الطبقة الأولى، فراح تمنع الأخوة. الأخوة ما راح يرثون، لكن وجود الأخوة شو راح يصير؟ أحسنت، راح يخفض فرض أو نصيب الأماية. فإن كان له للميت، فإن كان له إخوة فلأمه أم الميت السدس، بدل ما كان لها الثلث الآن انخفض رجع صار سدس. طبعا من بعد وصية يوصي بها أو دين، هاي دائما الوصية وبعد الدين. أحسن. طبعا الدين يطلع من أصل التركة. الدين مثلا كمثال هو التركة مالته جيد، التركة 100 مطلوب 25. خب هي 25 مو مالته، مو صح؟ ما دام مو مالته فهي ليست إرثا، فتطلع منين؟ تطلع من تصير 75. هسه هو ممصي، ممصي بمقدار 25، إلى حق لو ما إلى حق؟ إلى حق، إلى حق، حد الثلث إلى حق، حد الثلث إلى حق، حد ثلث ال 75. طبعا ال 100 ما نحسبها، مو مالته هاي، هذا مالته، هذا 75 مالته و 25 مديون مال غيره ديون. فال 75 هي مالته، 75 مالته، قد ثلثها 25، مقدار 25 هذا مالته، إلى حق يوصي به. أحسن، يبقى الإرث 50 من بعد وصية. الآن هو ما وصى ب 50 ب 25، كان موصي ب 40. أحسنت، فبمقدار الزائد على 25 يلغي. يعني ايش قد نلغي منها؟ نلغي منها 15، نلغي منها الزائد عن ال 25 يلغي. طبعا طبعا الوصية أمواله، هو هذه أمواله. شوف مولاي، اكو قضية هذا ربما كثير الناس ما منتبه لها. الميت مرة يهب، قصدي اللي يريد يموت، الإنسان الحي مرة يهب وهو على قيد الحياة، هذا خلص يريد يهب أمواله كلها، يهبها، ما حد يقدر يقول له ليش. مو اي، هو مسلط على أمواله ويريد يهبها للغريب، للقريب، للصديق، للكذا، افترض مثلا مؤسسات خيرية، مساجد، كذا، هو يعني في الأمور اللي تليق بشأنه، هو على حياته أمواله يصرف بها بحيث لا يصل إلى حد الإسراف افترض أو التبذير أو شيء من هذا القبيل، فهو حر. نعم نعم، لأي واحد غريب أو قريب، أنا عرضت بخدمتكم، غريب أو قريب. الآن عنده حالة ثانية، يقول للواحد، هسا هذا الواحد سواء كان من أولاده أو كان من يعني من أقاربه أو لا مو من أقاربه، شو يقول له؟ يقول له من أموت فلان شيء لك. لاحظ، يقول له مثلا من أموت هذا البيت لك، افترض كمثال. كلاميا أو كتابيا ماكو فرق من ناحية شرعية. أنه افترض هالشي قال له، قال له أنا من أموت هذا البيت إلك،
خب من يموت يطول بيت؟ لا ليش ما يطول بيت؟ طبعا، لاحظ هاي الفكرة، الفكرة شنو؟ الفكرة هو قاعد يقول من أموت أنت أخذ البيت. هي النقطة هنا، من يموت الأموال بعد مو أمواله. ما يقدر يقول أنا من أموت أخذ، من أموت أخذ بعد هي مو أموالك. قبل لا تموت أموالك، من أموت صارت مو أموالك، صارت أموالاً، أموال الورثة. فأنت إلك حق الثلث بس، هذا يبقى إلك حق تصرف به. الآن تنفذ وصيته بمقدار الثلث، ما زاد عن الثلث لا ينفذ. المشكلة افترض كمثال هذا يعني الولد أو الشخص اللي قايل له أنت لك ثلث البيت، هذا وقت اللي يقول للورثة يا ترى قال لي هالشكل، يقولوا له جيب دليل. فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه بعض المفسرين يقولون هالشكل، يقولون يعني القرآن الكريم يريد يقول هالشي، يريد يقول إحنا يعني خلينا برنامج لتوزيع الإرث بطريقة معينة، أنتم لا تتصورون لو كان كذا كان أفضل، لو كان كذا كان أفضل. أنتم ما تدرون من هو اللي أقرب لكم ومن هو اللي أنفع لكم، فإحنا خليناها ضمن ضوابط هي في خدمة المجتمع وفي خدمة مصالحكم أنتم. أنتم ما تدرون هذا راح يفيدكم، هذا حتى تقولون إيه لو فلان كان إله، قد الإنسان هيك يفكر. فالآية الكريمة تتحدث بهذا الإطار. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذا اللي حكيناه، الأحكام اللي قلنا بيها، الفرائض اللي حكيناها، الأنصبة اللي حكيناها، الفروض اللي حكيناها، هذه فريضة من الله، فريضة محددة من الله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما بنواياكم، عليما بتصرفاتكم وبالنتيجة احسبوا حسابها، حليم بنفس الوقت أنه لا يعاجل العقوبة، وهي كلش مهمة. فديروا بالكم تتمادون بالمعصية، فاهم ولا؟ يعني القرآن الكريم قاعد ينبه على هاي القضية، أنه الله عليم وراح يحاسبكم، بس بنفس الوقت هو حليم، بمعنى ما راح يعجل العقوبة، لكن عدم تعجيل العقوبة لا يخليكم تتمادون، يعني تحذير بها تحذير وبها موعظة، لا يخليكم هذا يعني عدم تعجيل العقوبة لا يخليكم تتمادون بالمعصية وبالتجاوز. افترض على احنا في إطار الإرث، تجاوز على الحصص والتجاوز على الورثة، بحيث مثلا ما تعطون بعض الناس حقوقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسلم له كل الكون، الكون والذي يخالف التكوين مصيره الهلاك. لكن هذا الربط ما احنا منه.